معلش بس عشان والله بقالي فترة بحاول ان امسك نفسي من الضحك، عشان بجد والله الفار ورط عمر عمر تورته بين 60 جزمة، اللي هو حرفيا الفار بينادي عليك في الدقيقة 95 يقول لك تعالى شوف في ضربة جزاء لفرقة شباب بلوزداد ولا لا، وشباب بلوزداد عمل مباراة عظيمة جدا، وامين عمر هتكرر ضربة جزاء ونلعب ضربات جزاء ولا هتعمل ايه؟ خصوصا ان الفار لسه قايل لك تعالى اطرد حارس المرمى توفيق مساوي وانت طردت توفيق مساوي. طب دي يعني اعتقد ان الفار ورطه فيها تورته بنت لذينه، يعني ممكن تتحسب ضربه جزاء، هي ممكن تتحسب ضربه جزاء وش، لان الحارس احمد رضا تجناوتي ما لمس الكوره ما لمس الكوره خالص، بس هي ممكن تعدي برضو. ممكن تعدي عادي جدا، ممكن ما تحسبش. بص هي حاله بنت لذينه بصراحه، صراحه هي حاله صعبه جدا عشان ما اضحكش عليك، بس انا شايف ان هي ممكن تحسب ضربه جزاء وممكن كمان ما تحسبش ضربه جزاء، فهي حاله بنت لذينه. بس كالعاده للامانه هنقعد نركز مع الحالات التحكيميه، مع ان فرقه شباب بلوزداد عملت مباراه عظيمه جدا 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 جدا. تحية تقدير للفرقة دي، تحية تقدير لماركوس باكيتا، تحية تقدير للفريق المنظم المحترم جدا اللي موجود جوه الملعب، الفريق اللي جاي عارف انه خسران في الجزائر، وفي كل الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا والكلام اللي بيتقال من الجماهير ان المباراة ممكن تروح لسكور وفرقة الوداد تعمل نتيجة على فرقة شباب بلوزداد. بس شفنا فرقة شباب بلوزداد جاية وعندها هوية وعندها تارجت، وهو ان هم داخلين يهاجموا فرقة الوداد في ملعب الوداد، ومش همهم جمهور الوداد ولا همهم أي حاجة، وعلى فكره قدموا مباراه مميزه جدا. وفعلا الناحيه الثانيه رودي الركراكي متفق مع عصام الشوالي ان في ماتشات ما ينفعش انك تكرر تطولها، يعني في ماتشات ما ينفعش انك تستنى الخصم وهنلعب رد فعل وهنستنى الخصم لما يفتح خطوطه واحنا نلعب على المرتدات. مش مستاهل كل الكلام، مش مستاهل. انت ممكن تنزل تهاجم عادي، ممكن تستغل افضليه الارض والجمهور عادي، ما فيهاش اي حاجه، ممكن تنزل تهاجم فرقه شباب بلوزداد عادي جدا، مفيش اي مشكله. انما انك تقرر من بدايه المباراه انك تلعب على المرتدات وتختار وتستغل سرعات مبانزا وتستغل مؤيد اللافي وتحاول تستغل زهير المطرجي، بصراحه انا كنت مستغرب اللي هو انت بتلعب مباراه على ملعبك وسط جمهورك ومستني الفرقه اللي قدامك تطلع تهاجمك علشان خاطر تسيب مساحه وانت تطلع تهاجمها تعمل مرتدات عليها، بس ده اللي انت جاي تعمل كده في ملعبك بس؟ بجد والله امال الناس كانت بتتكلم حوالين الوداد ممكن يعمل سكور ليه؟ المباراه كلها هتطلع باللقطه بتاعه دي 94، لقطه امين عمر وهو واقف ضد الفار، وهو واقف بياخد المفترض الكادرات اللي تشوف ان الكره ضربه جزاء، هي الكره فيها كادر واحد بس، هو كادر واحد بس اللي لعيب المولوديه لمس فيه الكوره، واحمد رضا تكنوتي ما لمسش فيه الكوره. الكادر ده ممكن تحسبه ضربه جزاء، ممكن تحسبه ضربه جزاء، ممكن ما تحسبوش ضربه جزاء وتعتبرها اشتراك عادي، والله ممكن عادي يعني. لان احمد رضا تجنوتي اشترك مع اللاعب بعد ما هو ما الكره ما طلعت، يعني هو ما اثرش على مسار الكره، ما اثرش على مسار الكره. تقول لي لا، ما هو الطرد بتاع حارس مرمى فرقه شباب بلوزداد كان نفس القصه، ده بيعتبر ضربه من غير كوره عزيزي. بجد والله بيعتبر ضربه، ما هو كده كده مش بيعتبر، هو فعلا كان ضربه من غير كوره، وكان ضربه غشوميه شويه. احنا يعني بنلعب في مباراه كبيره ودور الثمانيه والرجاء، لا الوداد اسف، الوداد وفرقه شباب بلوزداد، وانت بتقوم تضرب المهاجم، ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ فين يا عم الخبرات بصراحه. بس الامانه برضو زي ما قال عصام الشوالي، الفرقه بتاعت شباب بلوزداد لو جابت محترفين ثلاثه الفرقه دي تكون خطيره جدا على كل الفرق الافريقيه بصراحه، يعني ده غير ان هم كانوا خطيرين جدا النهارده، غير ان هم للامانه الكره رفضت ان هي تخش المرمى، يعني الكره بصراحه عندتهم الماتش الاول عن طريق تصديات اللي عملها احمد رضا تجنوتي تنجاوتي، هو اسمه احمد رضا، هو اسمه احمد رضا على كل البرامج اللي عندي، اسمه احمد رضا مش محمد رضا، مش هنقعد احنا نتخانق على حاجات التفاصيل الصغيره كده خالص. بس بص يا عزيزي للامانه، يعني هي زي ما قلت لك الكوره وقفت ضد فرقه شباب بلوزداد، الكوره بتاع كريم العريبي دي مكانها في الجون، ما والله مكانها في الجون، ما ينفعش مكانها يكون بره الجون، بس ربك اراد، يعني ربك اراد ان فرقه الولاد تكون موجوده الدور القادم. هتقول لي والله الحكم المصري، وخش بقى من حته نطلع من بكاري جسامه ونخش على الحكم المصري، لا عزيزي الحته دي اساسا كانت من تاني ضحك حرفيا، اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني مش عارف والله ولا على امين عمر، مع ان الراجل عمل ماتش كويس، هو الفار ورطه في حالتين، حاله اتفق مع الفار والحاله الثانيه اختلف مع الفار فيها، والحاله الثانيه دي هي اللي هنفضل نتكلم عليها شهور جايه، يعني مش هنقعد نتكلم عليها لحد ما الماتش يغلى، يعني هنقعد نتكلم عليها شهور جايه، واحتمال كمان نلاقي شتايم وحاجات كتير. بس انا وجهه نظري الكره تتحسب ضربه جزاء وما تتحسبش ضربه جزاء. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ايه، في حالات شائكه كده ما تفهمش الكره دي هتتحسب ايه، وبصراحه مش مهتم اشوف جمال الشريف هيقول عليها ايه، لا اكتر ولا اقل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، مع ان شايف بصراحه ان فرقه الوداد
القرارات اللي خدها وردة الكراكي في ان هو يهدي الماتش يهدي الماتش يهدي الماتش يهدي الماتش خلت الموضوع بقى صعب والموضوع بقى ممل، لدرجه ان الحارس لما اتطرد انت ما شطتش على المدافع اللي واقف مكانه جون، يعني انت ما شطتش حرفيا على الحارس على اللعيب اللي هو واقف مكان توفيق في المرمى، يعني اللي هو انت حرفيا انت مش جاي تهاجم خالص، انت جاي تمشي المباراه زي ما انت عايز. بس عزيزي لما المدرب بيمشي المباراه زي ما هو عايز حتى لو انت ما اتفقتش مع اي حاجه هو عملها فهو كسب الرهان بتاعه، هو الرهان بتاعه ان هو يصعد، مش مهم بقى حضرتك تنبسط، مش مهم حضرتك تشوف كوره جميله، مش مهم مش مهم سكس فوتبول والكلام، مش مهم، المهم عنده ان هو يصعد لا اكتر ولا اقل. هو صعد هتطلع تسقف له غصب عنك. الناحيه الثانيه باكيتا عمل فرق عمل مباراه محترمه، عمل فرقه محترمه قدرت ان هي تنافس على الدوري وقدرت ان هي توصل دور 8 وكمان خرجت باثاره جدل. فبصراحه يعني تحيه تقدير لفرقه الشباب بالذات، تحيه تقدير للعيبه، تحيه تقدير لماركوس باكيتا، الف مبروك لفرقه الولايات. لو عجبك بقى الفيديو المره دي بجد اعمل لايك وسبسكرايب، لو ما عجبكش الفيديو فاعز راي عن المباراه وتعالى نشكي كمان من عمر تحت في الكومنتات.